خبر مهم كتير، ما من حيث الحجم وإنما من حيث أهمية وندرة حدوثه. تم تحريك مثل ما كتبت على التليجرام، كنت يمكن من أول أشخاص اللي نقلوه بالمحتوى قبل حتى كوين تليجراف ما ينزلوا أرتكل عنه، على موضوع إنه 50 بيتكوين اللي تحركوا من 2009 لهلأ كانوا ما محركين وهلأ تم تحريكهم. إذا ما كنت إسا مشترك بقناة التليجرام بتلاقيها تحت هذا الفيديو، تمام؟ خبروا على الشكل التالي، كان في 50 بيتكوين موجودين بمحفظة من يوم 9/2/2009 اللي هو تاني شهر ما بعد ما بلش مايننج للبيتكوين. من وقت لهلأ ما تم تحريكهم أبدا، وهلأ تم تحريكهم لا 40 منهم راحوا على عنوان و10 منهم راحوا على مالتي سيك، يعني انتشروا على مجموعة من الأدرسات ومشان يضيعوا مين هو. الأساس تبعه هو معروف انه هن كانوا من تنقيب من الماينين، لأنه كان وقتها البلوك ريورد يعني المكافأة التنقيب 50 بيتكوين، فطلعت من يعني البداية الأساسية اللي هلا بسموها كوين بيس ترانزاكشن، هي بتنحط بكل ماينين، انتقلت من كوين بيس ترانزاكشن لهداك العنوان، تمام؟ وهلأ انتقلت من هداك العنوان للعنوان الجديد. موضوع كتير 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 controversial و interesting حقيقة، انه بعد كل هالسنين بعد 11 سنة يتم تحريك هيدون البيتكوينات، وكتير من العالم هلأ حيبلشوا يحكوا ويطلعوا إشاعات وفادس وهيك شغلات، فبدنا نكون شوي منتبهين لهذه النقطة. كان في 3 أشخاص بديك الفترة يعملوا ماينين، ساتوشي وهال فيري وماتي مالي يمكن اسمه أو مالي، مهم أنهم 3 أشخاص. الواضح أنه كان ساتوشي كمان كل ما يعملوا مايننج يعملوه على أدرس جديد، ما يعني فعليا معروف أنه عنده 100 مليون بيتكوين ما كلهم موجودين بأدرس واحد، فهنا موزعين على أدرسات. لحط لكم ممكن صورة ل كيف ممكن يكونوا موزعين الأدرسات تاعون. على كل الأحوال ممكن واحد من هذول 3، وممكن عم يقولوا مرته لهال فاري، ممكن تكون هي اللي نقلتهم ما حدا بيعرف. وممكن على فكرة ما بعرف إذا الشيء ممكن ولا لا صار حدوثه، بس عقلنا خلي توبك تاني، هذا ما بدنا نحن ننشر فض إضافي. بدنا نشوف كيف السوق عم تفاعل. أول شيء صار هبوط هيك سريع بكمية قليلة بعد ما طلع الخبر بشوي، بدنا نشوف كيف بده يتفاعل السوق مع هذا الخبر. الخبر هو مثل ما قلنا ما بيحجمه، يعني هو ما انتقل والله 1000 بيتكوين ولا 100000 بيتكوين ولا ما هذا الشيء، انتقل 50 بيتكوين. ما بيحجمه، هو انه بندرته انه هذا الشيء صار بعد كل هالسنين. ممكن يكون سبب سخيف ما حدا بيعرف، وممكن يكون سبب مهم، لذلك احنا بدنا نضل مراقبين هالفتره ونشوف شو ممكن يكون في اخبار. بس مثل العاده دائما الغموض بيساهم بالماركتينج، بانه العالم تسمع فيها، بانه ينعمل ماركتينج للبيتكوين بحد ذاته. فحنشوف هاي الماركت رح تكون ايجابيه ولا سلبيه. ونحن على كل الاحوال كنا بحركه، نحن يعني فعليا طلعنا بترند صاعد، ما زلنا ضمن المثلث الكبير، بس طلعنا بترند صاعد وما صححنا بشكل كافي، يعني خلينا نقول احتمال يكون هذا وقت تصحيح، اذا صححنا فنحن حنبقى ضمن هذا المثلث الكبير، فسنرى على الضلع تحته، تمام؟ هي من ناحيه التحليل الفني. على كل الاحوال خبركم كل شيء على قناة التليجرام، الرابط تحت هذا الفيديو. لنشوف إذا المعلم ساتوشي إجا ولا لا. على كل، أتمنى لكم يوم سعيد، نشوفكم الفيديو الثاني. سلام.